ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ربنا يسوح بهنا قناة لا يتلك أيه يا من مسلات عند تهت هنا شيخ يا قربت جلات يا كي نبر لجيتو من تلالج ارمي هازت انينو الناس كهون درس على قبهم ولم يتقدم أحد بخطبتي إلا مرات قليلة أنينو لما تدمو تنش سوتش نجي ودني المدوم يتدار تياجي أقربوا لي وندوش فتام تنش ناتشو ولم يكتب الله ذلك الله دمو يهن نقر هل صافر لي ولن يهل صافر لي متدارنا على التاتشو وأمي إناتي دمو تريد الإطمئنان علي بأني لا يمر رقاقات انت فلقالش بمعنى يعني يكبتشي ما يتفلق لك يعني تدار يساس سباتك عندما التوقف عندما تكزي كنيا بلاي ولا جو تشاتشن ينيا تدار يساس سباتك جوال سبيشالي سيت لج أقبتها ما يتفلق له أن الناس يساس سباتك على لك. وفي بعض المرات عندما تكزي أحزن وأبكي تكزى له وألكسى له وأنا راضية بقضاء الله وقدري أني دمو بأ الله قضانا قدر وداجن يعني ورجال بأ الله وأحمد الله الله نعم سقنا له وأصلي سقدا له وأقرأ القرآن قرآنا قرأ له وبدأت قيام الليل وبدأت قيام الليل يا ليل صلاة يعني جم ريال لهن يا لشاش وليل سقدا لهن وأدعو الله الله نلمنا له أن يغفر لي ذنوبي وانجرين الله يكرندلي من الباتي يترار مزقية بوانجري لهون يشلال وانا بسرعه وانجل اللي هوني شلال عندما تقول تدار رزق نو عند وانجل دمو يرزق مبري زقال من الوقت ياك هون دمو استغفار على رقال له هالتاج وأحتسب كل شيء في الآخرة هل النقر دمو بآخرة لا يتسحسب له الله ملكا من نقر آخرة لا يمن الدنيا اللي يسب له إنا من دنت مكرون يالاتو بلا شيخ انت يكتاتو قال الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد من الوقت فعلمي أوكي أولا مجمري أوكي أن الزواج تراري ميبالو نقر من أمور الرزق يعني كرزق قداوت شاندنو طيب الله رزقات شنن عندك فافله كله تدارم لك لازمونو يهن أوكي مجمري يهن أوكي إن أنتم مجمري اللي توقي قبل هدوش توقع اللاتو بزو تلال لك هدوش يالوات تناشيت يمتا قبل بزونات من البات تلال لك هدوا بملكوا بدينوا بس أبوا بهلو نقر يتشارش هنا نقر قن تناشيتوا متا قبل لك رزقنا سلازي رزق مهونو نوكي وسيأتيك برقد إمت اللشال ما كتب الله لك منه الله كزي كرزك يسعف ليش مدال قال الله تعالى الله من إلال وما من دابة وما من دابة وما يلم من دابة بمدر لا يمين كساكس يلم في الأرض ما ريت لا يمدر لا يمين كساكس عندنا غير يلم إلا على الله رزقها الله زند يسوى سيساوى رزقها الله زند يلبيه ننجي مالتنا حتى النملة تسي لراسها الله زند دعوه انتوا تصفوال سلازي النووي وإضافة إلى ما ذكرت من الأعمال الصالحة التي تقومين بها يا الساش اللي ملك همسرا كمن الرقار ليل مسكدش قرآن مكراتي صلاة مسكدش يا كمن الرقار الله مغفرة كمت أيكش يا كمن الرقار فينبغي قبل أن تسأل رب أن تسأل ربك كيفاش اللي تتأيك يقبل أن يرزقك الزوج الصالح الله ملكام هنا بالا دي ستش الله اللي تلمني يقبل معناتنا طيب بكنياتو عندان دقزي التوسن قزي دعا درقان
ከዛ ተስፋ እንቆርጣለን። ከኢማም ጠበራኒ በሆሩ ሐዲስ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢነ አላህ ዩሂቡ ልሙልሒነ ፊ ዱዓ፣ አላህ በዱዓ ላይ ችክ የሚሉትን ባሪዎችን ይወዳል ይላል። ጠይብ፣ ስለዚህ አላህ ልጠይቅ ይገባል አሏትና፣ ወላ ተክተፊ፣ ደሞ አትብቃቂ አትገደቢ፣ ቢንቲዛር፣ በመጠባበቅ አየተቀደመ ለኪ፣ ላንቺ ሊመጣለሽ አልኸጣብ፣ የሆነ የሚያጭሽ ሰው ሊመጣልሽ ብቻ መምጣቱን ብቻ ትጠባበቂ። ምን አድርጊ? ኢዝ የጁዙ ለኪ፣ ምክንያቱም ላንቺ ይበቃልሻል፣ አልበሕዙ ዓን ዘዋጅ፣ ትዳርን ራስሽ መፈለግ ትችያለሽ። ሴት ልጅ ትችላለች። ወልስቲዓነህ፣ መታገዝ ፊ ዛሊክ፣ በዚህ ባልን በመፈለግ ጉዳይ ላይ ቢመን ተሲቂነ ቢሂነ ሚን ሰዲቃቲክ፣ እነዛ በጓደኝነትሽ ላይ የምትተማመኝባቸው እህቶችሽን ጓደኞችሽን እንዲፈልጉልሽ ማድረግ ትችላለሽ። እስኪ መልካም ባል ፈልጉልኝ ማለት ሐራም የለውም፣ የሚደብርም ነገር የለውም፣ አዲስም ነገር አይደለም። ጠይብ፣ እስኪ አላህን የሚፈራ ጥሩ የሆነ ባል ፈልጉልኝ፣ ምንም ነገር የለውም። ጠይብ፣ ግን ሼኹ ቢመን ተሲቂነ ቢሂነ፣ በነዛ የምትተማመኝባቸው ማለት ነው፣ ክብርሽን የሚያጎርፉ። ጠይብ፣ ክብሩን በመጠበቅ መሆን አለበት ማለት ነው። አው ሚን አቃሪቢክ፣ ወይ ደግሞ በእንቺ ቅርብ በሆኑ ቤተሰቦችሽ፣ ላጎትሽ ሊሆን ይችላል፣ ላክስትሽ ሊሆን ይችላል። እስኪ ጥሩ ባል ካለ ፈልጉልኝ። ሰው ለሐራም ስንት መንገድ እየሄደ ነው? ሰው ለሐራም ስንት ሰው እየጠየቀ ነው? ጠይብ፣ እና ይህ ምንም ነገር አይደለም፣ ይህን ነገር ተግብሪ አሏት። ወኑሲኪ ወኑሲኪ፣ አደራ እንልሻለን። አን ቱሕሲኒ ዘነ ቢረቢኪ፣ በጌታሽ ላይ መልካም ጥርጣሬ ልታደርጊ ደግሞ አደራ እንልሻለን። ወአላ ተይአሲ፣ ተስፋም እንዳትቆርጪ። ፈለይሰ ዛሊክ፣ ምክንያቱም ይህ አይደለም ተስፋ መቁረጥ። ሚን ሸእኒ ልሙእሚን፣ የሙእሚን ጉዳይ አይደለም፣ ከሙእሚን አይጠበቅም። አንዳንድ እህቶች ተስፋ ይቆርጡና ከዚህ በኋላ አላገባም። ጠይብ፣ ተስፋ ይቆርጣሉ። ስለዚህ ይህ ከሙእሚን አይጠበቅም። አላህ ምን አለ? ወላ ተይአሱ ሚን ረውሒላህ፣ ከአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እዝነት ተስፋ ትቁረጡ። ኢነሁ ላ ይአሱ ሚን ረውሒላህ፣ ነገር እኮ ከአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እዝነት ተስፋ የሚቆርጥ የለም። ኢላ ልቀውሙ ልካፊሩን፣ ከሃዲያን ህዝቦች ካልሆኑ በስተቀር ማለት ነው። እነሱ ናቸው ተስፋ የሚቆርጡት ማለት ነው። ስለዚህ ተስፋ አትቁረጪ። ጠይብ። ወፊ ልሐዲስ አለዚ ረዋሁ ልቡኻሪ ወሙስሊም ዐን አቢ ሁረይረተ ረዲየላሁ ዐንሁ ቃል ቃለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቁሉ ላሁ ተዓላ አነ ዐንደ ዘኒ ዐብዲ ቢ። አቡ ሁረይራ ባወሩት ሐዲስ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ በሐዲስ አልቁርሲይ ላይ እንዲህ ይላል አሉ፣ እኔ ባሪያዬ በጠረጠረብኝ ቦታ ነኝ። ስለዚህ በአላህ ላይ መልካም ጥርጣሬ ይኖርሽ። አላህ የተሻለ ትዳር እንደሚመሰርት፣ አላህ የተሻለ ባል እንደሚያመጣልሽ በአላህ ላይ ተስፋ ይኖርሽ። የንበጊ ይገባል፣ አን ተስቢሪ ልትታገሺ፣ ወተሕተስቢ አላህ ዘንድ እንዳልሽ ልትተሳሰቢ ይገባል። ወአን ተዕለሚ ልታውቂ ይገባል፣ አነ ልኡሙራ ነገር ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልመርአቱ አንዲት ሴት ኢዛ ሰለት ኸምሰሃ አምስቱን ሶላቷን ከሰገደች ወሳመት ሸህረሃ አንዱን ወሩን ከጾመች ያኒ ረመዳን ወአጣዐት ዘውጀሃ ባሏን እሺ ካለች ጀዛዋ ምን ይሁን? ጀበለ ኡሑድም ያህል አጅር አላት ነው ወይስ መቶ ሺህ አላት ነው? መጨረሻ ክፍያው ወፍራም። ደኸለት ጀነተ ረቢሃ የጌታዋ ጀነት ውስጥ ገባች።